سيدي الكريم، التصويت الخاص لا يعول عليه، لا يعول عليه في الانتخابات. ليش التصويت الخاص الشرع أستاذ حرم، أركان؟ ليش ما حرم يعول؟ لا اختيار، ليش ما يعول على التصويت الخاص؟ حرم لا اختيار. التصويت الخاص فرض لا اختيار، الاختيار فرض؟ للمدنيين. التصويت الخاص فرض عليهم التصويت ويعاقب من لم يصوت، واحصائيات وزارة الداخلية انه هو من اللي يصوت ومن اللي ما يصوت. علاوة على ذلك، بعض الفصائل في الحشد الشعبي طالبت انه كل فرد موجود وملتزم ان يجمع 10 بطائق، وهذا موجود في كل العراق والكل يعرف هذا الموضوع، هم يسمعون الان ويعرفون ويبلغون بهذا، واحنا شفناه. هذا كله تشكل نسبة وصلت إلى 67%، هذه هي غير حقيقية ولم تكن إرادة حرة مطلقة من الذي أجبر القوات للتصويت. الأمنية على التصويت أستاذ أركان؟ التصويت العام أستاذ أركان، من الذي مارس ضغطا على القوات الأمنية من أجل التصويت؟ بس احنا على اقل تقدير الفضائيات كلها تثبت تسريبات لاحد حاج قادة الشرطة فضائيات يا أخي، المعلومة بالمحافظات دقيقة يوجه يعني، بعقوبة هذا اي إعلام. شخص انه يجيد اللي بصوته. اثنين، هسه مثال بسيط، وزارة الداخلية عندها كتاب وجهته الى قيادات الشرطة بمعرفة اسماء المصوتين من عدم المصوتين. هسه شنو السبب وراء هذا؟ يعني انت شنو لك علاقة باللي يصوت من ما يصوت؟ مثلا 3 نداءات بعض قيادة قادة الشرطة موجودة ومسجلة وفيديويا انبثت، نادوا على جميع الملتسبين في التصويت وانه لازم يصوتون جيد. وعلمونا عن اللي ما يصوت. اضافه الى ذلك، العناصر الامنيه غير اللي في الداخليه اللي بالحشد وغيرهم مجبرين، هذول حتى مجبرين على انتخاب قائمه معينه، يعني من هم هذول المجبرين حتى على على انتخاب قائمه قائمة معينه معينة؟ انتخبوا. أستاذ أركان، هذه الانتخابات أنت ذكرت الداخلية والحشد والدفاع، من المجبر بالتحديد على اختيار قائمة معينة؟ باني ما اقدر اجاوبك اقول لك من المجبر، يعني اقول لك فلان وفلان، خب هذا مو لا صحيح، لا، أنت ولا اقدر اقول لك انا ذكرت ملتزم الدفاع والحشد. بالمرشح، هذا مو صحيح.